لذلك مخطط اللي وجدته السيده الكاتبه العامه وحنا معها ديال اليوتيس 2 ان شاء الله اللي هو تو موجود باش يخرج الوجود. هذا العمل كله اللي كان هو عمل كبير، عمل جاد، عمل ناجح. كنتم وزاره اللي كيديريفغ، كنتم وزاره اللي كنتم في الموعد دائما مع الفلاحه، مع النظام، مع البروفيسيون. كنتم بجانب الفلاح، كنتم بجانب العالم القروي. عملتوا مجهود كبير، نقابات كذلك مشكورين، ما عرفتش كيفاش مع الاسف جوغي لوكازيون عايزينهم شخصيا باش نستقبلهم ونشكرهم. يعني نقابات عملوا مجهود كبير، العمال الشاغلين عملوا مجهود كبير. 14 سنة ديال لابور ديال الخبايا، أنا اللي عارف شوية، عارف اش كدوزو في يعني في المناطق وفي الجهاد وفي السبيات وفي الشجر ومع الفلاحة ولي كونفلي ولي مالادي سانيتير وزي. أنا عارف بأن واحد العدد ديال الأطر يمكن الوجود من الخارج، ولكن ليهم وليكم أنتم الخصوص اللي حاضرين. Je voudrais vous dire merci. Merci لأنهم كنتوا دائما جنبي، كنتوا دائما تحت قيادة صاحب جلال وراء المشاريع ديال الأمراء. نجحتوهم، كبرتوهم، بدلتوا العالم القروي، بدلتوا الحياة ديال السياد والحياة ديال يعني الناس ديال لاكوش والدخول ديالهم. كل شيء هذا الحمد لله يعني aujourd'hui من المسائل يعني ثلاث يعني الموند رورال ثلاث العالم البحري ديال الوزاره اللي قام بواحد الدور اللي هو كبير. هذه بصراحه في هذا 14 عام انا كنتعامل مع بيكم كلكم، كنتعامل مع الفلاحه وكنتعامل مع الانترفيسيون. نقدر نقول لكم بانه هذا 14 عام زعما سلمية عموما انه تعلمت كثير وخدمت مع الفلاحه وتعلمت انهم كثير ناس ديال المعقول، ناس ديال العمل، الناس اللي كتعاونوا غير بشويه كيرد عليك كثير. ف يعني كملوا في هذه الطريقه ديالكم عندكم في الخدمة، في خدمة الفلاح، في خدمة السياديين. vous êtes là pour les aider, vous êtes là pour voir la situation s'améliorer. vous êtes là كلكم بأنه يعني هذاك لي زافونتاج اللي عندهم كلهم خصهم يرجعوا لهم بخير، لأن خص تحسن الحالة ديالهم. هذا هو العقل ديالكم، وهذا راه زعما يعني سي با اون سيتياسيون دو كار ولا ماتيريال ولا هذاك. هذا الشيء راه عندكم مع الله، الخير ديالكم انتم مع الله سبحانه وتعالى، يعني الاجر كبير هذاك العمل اللي كتقوم به بالنسبه للناس. فسيرو يعني في هذا المنهج. سي انا حقا من المسائل يعني فاش كانت الحكومه كتوجد
كنت كده مع سيدنا من المساتين الأولى لي يعني الأسئلة الأولى تحطت لي على وزارة الإعلام لا كونتينيتي في المسألة. فأنا كوزير يعني رئيس الحكومة ضامن بأنه هذا الوزارة ماشي مزيان وضامن بأنه شفت واحد الوزير في المستوى شفتو في الدار اقترح على سيدنا يعني عارف مخطط المغرب الأخضر لأنه شاركي إلى بغي بلان جينيراسيون خدا مسار سياسي قام بالمهمة ديالو ضغط عليه إذا تجربة سياسية تجربة تقنية كوني لادمينستراسيون كوني فلاح ما هي جوست كو جو دوموند توس توت سي دو ريستي بروش دو لاديكتور امبل ا سون سيرفيس ما تكونوش بعاد على الفلاحة لأن عندكم واحد الدور اللي هو كبير بزاف ديال لونكادرومون ديال الحل ديال واحد النادر ديال المشاكل ديال الناس. فالسي محمد الصديقي ما نحتاجش نخدم لكم الدبلوم ديالو ولا هذا هو ولد الدار. أنا متيقن أنه سي جي في سيت بروبوزيسيون متيقن أنه غادي يعني نكملو إن شاء الله النشاط ديالو غادي ينجح يعني العملية ديالو. Profite de l'occasion pour remercier tous les partenaires, notamment les chambres d'agriculture, les présidents de chambres d'agriculture actuels et anciens, les présidents des interprofessions à la Rassemblée communautaire. La FISA présente ici, les olives, tous ceux qui sont là et ne sont pas là, le partenariat qu'ils ont. Et développer l'esprit de confiance. L'esprit de confiance qui a régné, alhamdoulilah, dans la période de l'individu. C'est très important d'avoir un programme de développement. Continuer à respecter les engagements, à le décliner chaque année, à chercher les priorités, à bien gérer les priorités. C'est très important. C'est très important. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de mise en œuvre. S'il n'y a pas d'homme ou de femme capable de le mettre en place. Donc voilà, tout dépend de l'homme. Merci de la confiance que vous m'avez donnée à la période. Oui, il y a des données. Il était derrière le ministère pour réussir le projet de sa majesté. Donc, je suis là. Et là où je suis, وزارة الفلاحة العلمية والفلاحة العلمية هذه التوصية ديال سيدنا هذه التوصية العلمية هذا الشيء غادي نوقفوا عليه إن شاء الله باش يعني الفلاحة ديالنا والسيادة ديالنا يبقاو في هذا المستوى اللي كاينين ويتحسن الحالة ديالهم وبخصوص أنه عندهم وزير يعرف مشاكلهم وعندهم إدارة من إدارة كبيرة على السيد الحلم ولا ديال يعني مليار دولارات ولا ديال مليار قرية ولا ديال الفلاحة اللي هي في المستوى. جي تري هات دو فواغ لاجونس ديال ريزو إي فور وتخرج من الجود. جي تري هات دو فواغ تو لي بروغرام كو فوزافي إيلابوري يخرجوا من الجود إن شاء الله. إن شاء الله غادي تكملوا في هذه الثروة ديالكم، الثروة ديالكم هي ثروة وثروة من الثروة ديال لا كرياسيون دو فالور بوغ لي زانديكتور. ميرسي أ توت إي أ توس دو مافواغ أكومباني فوندون سي بروزون. فريمون سيت أن باساج يعني أكي دون Et si vous avez la chance de diriger.